السلام عليكم البنات. اليوم غندير معكم تجربتي الاولى في الكعك ديال اسفي اللي فعلا جا زوين بزاف. فكنحتاجو كاس ديال الماء، كاس ديال سنيدة، كاس ديال الزيت، وعندي النافع وزنجلان القياس اللي بغيتو، عندي فاني خمارة والدقيق. فهادو هما المقادير ونبقاو مع الطريقة كما غتشوفوا في الصورة. من بعد ما كنجمعوها كنحاولوا نديروا حرابل صغار على هذا الشكل وكنرقوهم من الجناب باش كيعطينا تقاده وحده، وكنبداو نقشوا من الجنب ديالها، كننقشوا كامل وكناخذوا الصينيه ولا اللاطه اللي غتدخل الفران وكنعبروا بالكاس باش كيجيونا كلهم تقاده وحده. كنحاولوا نثبتوا الجناب باش ما يتحلوش على الطريقه هذه. نقدروا نديروا حرابل العجينه كلها، نديروها حرابل عاد نقشوها باش كتجينا ساهله على العمليه كما كتشوفوا دابا. فكناخذ شويه ديال العجينه وكنلونها، ندير ليها الكاكاو باش كتعطينا داك اللون الكحل. كنديروا بها وريضات في الجنب كما غتشوفوا، فكنطلق هذاك شويه بالمدلك من بعد كندير وريضات
وكنديرهم في الجنب ديال الكعك كما كتشوفوا. كنبقى مكمله حتى كنسالي الكعك اللي عندي على الطريقه هذه. فمن بعد ما كملنا كندخلوهم الفران على عافية متوسطة، وهذا هو الشكل النهائي ديالي. نتمنى يعجبوكم، هذه صراحة أول مرة قاعد نصوبهم ونتمنى يعجبوكم. وبسلام عليكم في فيديو آخر إن شاء الله، خليتكم على خير.